مفاصل. شوف انا لي راي صريح في الاعلام الرياضي وقديم وليس جديد. للاسف الاعلام الرياضي في السعوديه لم ينجح في مواكبه التطور اللي حصل للكره السعوديه وللرياضه السعوديه بشكل عام خلال العشرين او الخمسة وعشرين سنه او الثلاثين سنه الماضيه من عام 1494 تاهل لكاس العالم. كنا نطمح انه الاعلام الرياضي يواكب هذا التطور، أن يكون أكثر احترافية في مواكبة عصر الاحتراف، لكن للأسف لم يفعل ذلك. أكثر من ذلك بالعكس، صار هو عنصر يعطل تطور الرياضة ويعطل الدور اللي يفترض بالرياضة أن تلعبه اليوم، مثل ما أشار الدكتور حمود في مواكبة رؤية 2030. الرياضة اليوم لم تعد مجرد منافسات، هي أصبحت اليوم متصلة بجودة الحياة، أصبحت متصلة بالترفيه، بالاقتصاد، وبالتالي هي ليست يعني ميدان لعبث من لا يقدرون المسؤولية. وهنا أؤكد أني أنا أقصد البعض وليس الكل، لأن هناك في الإعلام الرياضي من هم الحقيقة يتمتعون بالمهنية العالية، لكن للأسف أن الصوت الطاغي هو صوت المشجعين. لماذا أصفهم بالمشجعين؟ لأنه بالفعل هم مشجعين، أخطأوا طريق المدرجات وتوجهوا إلى غرف الإعلام. وبالتالي أنا أعتقد ما دمنا لم نعالج هذه المشكلة من جذورها بحيث نميز بين المشجع والإعلامي الذي يمارس بمهنية، فنحن لن نحل هذه من الأزمة. من يعالج هالموضوع؟ يعالجه أنتم في وسائل الإعلام التي تتيح الفرصة لمن يظهر، يعالجها القائمين على وسائل الإعلام المختلفة، من يكتب، من يتقمص شخصية الإعلامي. استبشرنا خير باتحاد الإعلام الرياضي، لكن للأسف يعني كان دوره محدود جدا ولم يمكن من صلاحيات الكافية. أنا لست ضد أنك تكون لك ميولك الخاصة، شجع وعبر عن حبك لفريقك واحتفي بفوزه وانتصاراته واحزن إذا خسر، لكن عندما تمسك القلم أو, 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 أو تمارس دورك المهني كإعلامي، يجب هنا أن تتجرد من صفة المشجع وتتقيد بصفة الإعلامي. وبالتالي ما دمنا لا نستطيع أن نفرز وأن نميز وأن نمنع المشجعين من تقمص أدوار الإعلامية، هذا لن يكون. يعني على سبيل المثال، اليوم أنا أخشى على أبنائي من مشاهدة برامج الرياضية وقراءة الصحف الرياضية ومتابعة معقول لهالدرجة ومتابعة حسابات الرياضيين. يا رجل، اللغة البذيئة اللي تستخدم وبعض المفردات في بعض البرامج الرياضية لا يمكن أن تقبل، غير مقبولة إطلاقا. بعض الأشخاص حقا لا نعرفهم، لم نسمع بهم من قبل، فجأة أصبحوا إعلاميين. السبب أنه ظهر في برنامج حواري، ظهر في برنامج، وبعدين أنا ماني عارف ما شاء الله أنتم يا برامج الرياضية، البرنامج فيه 10-15 ضيف، وكل الجلسة هي عبارة عن صراع ديكة، وكل اللي يشجع ناديه هذا في ديوانية، في استراحة، في مدرج. أما عندما أنت تقف أمام الكاميرا وتواجه جمهور يتابعك عبر الشاشة، يجب أن تكون متحليا بمسؤولية تجاه مجتمعك، تجاه وطنك. في ناس يقولون لك، أتفق مع الكلام، بس في ناس كمان تقول لك يا أخي جزء كبير من جمال الرياضة أن يكون فيها جدل ونقاشات وصراعات وصدامات، وأنكم لا تصيروا حساسين، واللي حساس صحيح لا يتابع، وأنتم لا تصيروا دمكم ثقيل. هذا صحيح، التعصب أحيانا الخفيف جزء من البهارات اللي تحتاجها الرياضة، لكن عندما يتحول الأمر إلى تشكيك في الذمم، إلى دخول في الأعراض، إلى توجيه اتهامات حقيقة غير مقبولة، لا أخلاقيا ولا في عرف ثقافتنا الاجتماعية ولا ديننا يسمح بها، هذا اسمح لي ما أذهب هنا بهارات، هذه صارت فلفل مركز، يعني هذا شيء خطأ. اللي قاعد يحصل الآن للأسف أنه في تناقضات يمارسها الإعلام الرياضي تقوم على حسب الميول. نجي للحالة هذه ونجد أنه الإعلام الذي يبدي رأيا فيها يناقض نفسه عندما تصبح الحالة تخص النادي الآخر. هذه يعني التناقضات المكشوفة، يعني أتمنى أن يخجل بعض الإعلاميين الرياضيين من يعني إبداعها، خاصة أنه أصبح كل شيء الآن مسجل وهالتناقضات. يعني في ناس ما يهمهم ترى، يعني حتى لو مسجل، حتى لو خير يا طير، يعني يقول لك
وإذا أنا قلت كذا وعكس كذا. هنا أنا أشدد على مسألة إنه يا أخي أنتم في وسائل الإعلام تتحملون مسؤولية، من يظهر معكم في البرامج، من يستخدم طيب يختم مقال، من يخرج في وسائل.